نعم، بالنسبة لموضوع الجامعات بصراحة كنا في السابق يعني في بداية تأسيس المنصة حقيقة لم نستهدف الجامعات بشكل مباشر، وإنما الهدف الرئيسي كان هو استهداف منتسبي هذه المؤسسات أو الجامعات، يعني حتى نقوم بتوعيتهم وتثقيفهم وإدخالهم إلى داخل المنصة. طبعا في البداية كان عندنا بعض الجامعات الداعمة للمشروع مثل جامعة ملايا، جامعة بارتين، جامعة ستراتفورد، جامعة أوسيم، يعني في كثير من الجامعات التي في البداية أيدت ودعمت ورحبت بالفكرة ووافقت على عقد يعني حفل الافتتاح وبعض الندوات والمحاضرات التعريفية في مقر هذه الجامعة، ثم الحمد لله انطلق الأمر. يعني هذه أنا أتكلم لك في الأشهر الأولى، أما ما بعدها انطلق الأمر وتوسع وعقدت يعني العشرات حسب ما أذكر آخر إحصائية تقريبا 92 ورشة عمل ومحاضرة عقدت في الجامعات العربية يعني. فصار اهتمام من إدارة الجامعات، من منتسبي الجامعات. قبل أيام يعني كان هنالك نوع من الخطاب المباشر مع رؤساء هذه الجامعات ورؤساء الكثير من الجامعات، ورحبوا بالانضمام إلى المحفل العلمي الدولي وهو الملتقى الخاص بأعضاء المنصة. يعني رحبوا بالدخول والالتقاء ودعم يعني هذا المحفل. فالحمد لله الآن لدينا علاقة طيبة مع يعني أبرز وأشهر الجامعات العربية بالتحديد، وبعضها من المهتمة يعني بتقديم خدمات للناطقين بالعربية مثل الجامعات الماليزية بشكل رئيسي. يعني تقريبا وصلنا إلى 10 جامعات ماليزية، عندنا اتفاقيات وتعاون وعقد مؤتمرات ولقاءات مع هذه الجامعات.